الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا منصور أباي من ألبانيا، إمام المسجد بتريلا في تيرانا. نحن الآن نذهب إلى المسجد بتريلا، وهذا طريق أوتوستراد أمام يكون مدينة ألباسان، ولا شمال بحيرة تيرانا. تاني po nisemi për në Petrel, një vend i bukur i mrekullueshëm, vend me tradita, me kulturë, ka xhamia, ka kala kështjell që ka histori të lashtë. أنا منصور أباي إمام مسجد بتريلا، تعلمت في مصر في الأزهر الشريف، من ألبانيا جنسيتي، وهذا المسجد تسمى مسجد النور. العرض اشترى واحد محسن من القطر والبناها من الإمارات المتحدة. Vezën këta, vezën e fesit e fisën, vajnë e ullinit të i kështë thonë, ju këtu keni klim që... Betrella, me kënë gjemil, karibun ma atirana, o nes, o te kalit, mashallah alehim, ju hibun e l'islam. Wa hum, el jum, huna fi iftar, wa ikun me gjmua min el muslimin wal muslimat. فالحمد لله حضرتك تشرفت بك، أهلا وسهلا. Sepse, si që dim që mund para Ramazanit, pra në mund Shaban, mbyllet, pra rëndim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin, Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in, Ihdina s-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير.
سمي الله لمن حمده. الله أكبر.